هل يحق لولي أمر الفتاة أن يطلب الطلاق لابنته من الزوج الذي يشرب الخمر ولا يصلي؟ نعم، إذا كان لا يصلي يعني يترك الصلاة نهائيا، لا يصلي لا وحده ولا مع الجماعة، يترك الصلاة نهائيا، فلا يجوز أن تبقى معه المرأة المسلمة، وإن بقيت معنا هذا حرام ونكاح باطل، لأنها لا تبقى مسلمة مع كافر، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز للمسلمة أن تبقى مع رجل يترك الصلاة متعمدا تركا نهائيا، لا يجوز أن تبقى معه امرأة مسلمة.